السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بلندر، برنامج منافس لل 3 دي ماكس، بنقدر نعمل بيه أشكال كويسة جدا، بنقدر إن احنا نعمل بيه حركة، بنتعمل بيه أفلام كاملة. الميزة في البرنامج دوت إن هو مجاني تماما وتحت ترخيص الجينيو، بمعنى إن أنت تقدر تحصل على النسخة مجانا وتقدر توزعها على زمايلك، بل وتقدر تحصل على كود وتقدر تعدل فيه وتقدر تحصل على أفضل حاجات موجودة فيه بالأبديت بكل حاجة ببلاش. البرنامج ده اتعمل بيه افلام كتيره كويسه جدا. يمكن المشكله الوحيده ليه ان انت مش هتلاقي ليه شرح بالعربي، فمحتاج ان انت تتعب فيه شويه او تحاول تسترجع المعلومات بتاعتك في 3 دي ماكس وتطبقها هنا، هتلاقي ان الموضوع متقارب وان شاء الله كل الناس استفاد منه. عمرو سليم.